أمينة الهجرسي هي بطلة مصر في الغطس ومديرة أكاديمية الغطس بالنادي الأهلي ونجلة الفنان الراحل نبيل الهجرسي، والذي كان سبباً في عشق هذه الفتاة للرياضة وممارستها قبل أن تصبح أحد أهم الكوادر في رياضة الغطس خلال السنوات الماضية. بدأت حياتها الرياضية داخل ملاعب الجمباز مع عمها الراحل عبد الرؤوف الهجرسي، والذي كان يشغل منصب مدير المنتخبات القومية، ثم دخلت لعالم الغطس عن طريق الصدفة بعدما قامت ببعض الحركات الاستعراضية على حمام السباحة بالنادي الأهلي، مما لفت انتباه أحد المدربين والذي ضمها على الفور لفريق الغطس بالنادي، وكان ذلك عام 1990. ظهر نبوغها في عالم اللعبة فور انضمامها لصفوف الفريق، حيث تدربت لمدة شهرين فقط قبل أن تحرز الميدالية البرونزية في بطولة الجمهورية، ثم سيطرت على البطولة حتى عام 1999، والذي شهد اعتزالها بسبب إصابة في الظهر، كما أنها مثلت منتخب مصر في العديد من البطولات الدولية. وبعد الاعتزال اتجهت للتدريب في مدارس الغطس عام 2001، ثم عملت في تدريب قطاع الناشئين مرورا بالعمل في الجهاز الفني للفريق الأول للرجال والسيدات، لتكون أحد أهم أفراد جهاز الغطس بالنادي الأهلي. كما نجحت منى الهجرسي في الحصول على كورسات دولية للتحكيم لتحصل على الرخصة الدولية وتصبح حكما دوليا للغطس، كما أنها كانت قد شغلت منصب عضو اللجنة الفنية للغطس في اتحاد السباحة سابقا قبل أن يستقر بها المطاف، وهي مديرة لأكاديمية الغطس بالنادي الأهلي منذ عام 2016 وحتى الآن. رحلة عطاء لفتاة عشقت النادي الأهلي وتربت على حب الكيان وخدمته من جميع المناصب، حتى أنها شاركت في تنظيم كل البطولات الإفريقية للكرة الطائرة وكرة اليد التي نظمها النادي الأهلي خلال السنوات الماضية.